نستعين عليه نتوكل منه دوما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. أعلنت انطلاق جديدة من انطلاقات هذا اليوم وشوطنا الحادي عشر ضمن انطلاقات سن الثنايا أول أشواطنا المفتوحة بعد ما انتهينا من أشواط الانتاج والمنتجين، وهذا الشوط الخاص أيضا بانطلاقة الأبكار. هذا هو شوطنا الثاني عشر بهذه الانطلاقة والحادي عشر عفوا، هنا شوطنا الحادي عشر الخاص بالأبكار المحليات الأصايل. ينطلق هذا الشوط ونسير مع هذه الأسماء مباشرة إلى مقدمة الشوط، مباشرة إلى المركز الأول والصدارة الأولى. هذه ريمة علي بن سالم بن علي بالخرس الكتبي، بينما المركز الثاني العين لمحمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي يقدم لنا العين، خذت المركز الثاني، بينما المركز الثالث مرضية حمد وسلطان بن سيف بن درويش المنصوري خذ المركز الثالث. نقلتنا مباشرة إلى رابع المراكز، هناك دعابة لحمد بن راشد بن حمد بن غدير يتقدم على رابع المراكز، والمركز الخامس غزوة محمد بن غافان بالعرطي الحميري خذ المركز الخامس. المركز السادس هذه هي عز السهيل بن مبارك بن مرخان وصل خذ سادس المراكز، بينما المركز السابع القادم في هذه اللحظات اللي هي مياس محمد بن راشد بن عبيد الكتبي خذت المركز السابع، والمركز الثامن من الزاوية الأخرى المتدخل الدماني لراشد بن صغير بن كنون بن محمد بن يرادة يتقدم في ثامن المراكز، والمركز التاسع الوصول والدخول هناك من خلال تواجد اللي هي أيضا مياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يتقدم ويقدم لنا مياسة الوصول هنا من مدمنة لمحمد بن خليفة بالهول المهيري وصل أيضا ليقدم لنا هذه الانطلاقة على المركز العاشر. هذه العشر المراكز الأولى مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام عشاق الأصايل، نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى الصدارة الأولى، إلى المقدمة الأولى والمركز الأول والمقدمة. هناك في منافسة قوية وأداء متميز لمسافة 8 كيلومترات. هذا هو شوطنا الحادي عشر في تعداد أشواط هذا الصباح مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، نعود والعود أحمد إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى المنافسة. شعار بن حماد يتقدم ويقدم لنا انطلاقة اللي هي العين، محمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي يضمرها، هادب بن حمد بن عفصان المنصوري يتقدم راعي عطوة ويقدم لنا هذا الاسم، بينما شعار بن درويش أيضا يقدم لنا انطلاقة مميزة من خلال تواجد هذا الاسم، اسم مرضية القادمة حمد وسلطان بسيف بن درويش يقدم لنا هذا الاسم، بينما الدخول الاخر من شعار بن كنون بن إرادة يتقدم من خلال تواجد هذا الاسم. هذه هي الدماني راشد بن صغير بن كنون بن محمد بن إرادة وصل خذ المركز الثالث. المركز الرابع هذه ثروة، ثروة القادمة لعدي بن علي بن خليفة بن هلال الغفلي، يتقدم شعار الغفلي القادم أيضا والذي فاجأنا بدخول مفاجئ هنا وأول إذا عليه، بينما شعار بالخرس وصل مع ريمة علي بن سالم بالخرس الكتبي خذ المركز الخامس. سادس المراكز، المركز السادس من القادم الواصلة، هذه هي غزوة محمد بن غفان بالعرط الحميري سادس المراكز. المركز السابع، المركز السابع الله، هذه أيضا القادمة، هذه الواصلة في هذه اللحظات يتقدم هنا العفاري يقدم لنا انطلاقاته المميزة، دائما مميز في عالم سباقات الإجن، يأتي مع الذيبة سيب بن سهيل بن خيرة العفاري. مرحبا يا أبو سهيل بهذه المشاركة مع الذيبة ومع الأسماء القوية والعملاقة. المركز الثامن الوصول في ثامن المراكز عز سهيل بن مبارك بن مرخان الكتبي وصل مع عز في ثامن المراكز. والمركز التاسع هذه هي ايضا مدمنه لمحمد بن خليفه ايضا بالهول المهيري وصل في هذه اللحظات وتقدم من خلال هذا الاسم، ووصلت مصيحه فهد بن علي بن فهد
المهندي اول اذاعه المهندي. هذه نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، ونداءنا الثاني للعشر المراكز الاولى. نعود الى مقدمه الشو، نعود الى مقدمه الشو، نعود الى بن درويش. بن درويش بدأ ايضا في مقدمة الشوط، ولكن بن حماد ايضا يتقدم. محمد بن علي بن حماد الشامسي وصل ايضا من الزاوية الاخرى ويقدم لنا العين، تتقدم العين. وهنا مرضية 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 حمد بن سلطان بن زيد بن درويش المنصوري، احد الشعارات التي سوف تشارك في اشواط الرموز في المساء. نتمنى لك التوفيق يا بن درويش. بينما الدخول هناك من خلال ريمة علي بن سالم بالخرس الاجتبي وصل، خذ المركز الثالث في هذه اللحظات. المركز الرابع، المركز الرابع، وين الموقع؟ انتصفت المسافة هنا مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام. ما شاء الله، 6 دقائق 7 ثواني في الاربعة كيلومترات الاولى، وتحدي مثير. الله، الوصول ايضا والدخول هناك من خلال التواجد اللي هي الدماني، راشد بن الصغير بن كنون بن محمد بن يرادة وصل في هذه اللحظات، خذ المركز الرابع والمركز الخامس اللي هي تدخلت مشاهدين الاعزاء. هذه هي ثروة العدي بن علي بن خليفة بن هلال الغفلي، خذت المركز الخامس. هذه الخمسة المراكز الاولى. المركز السادس الذيبة سيب سهيل بن خيرة العفاري، والمركز الثامن غيرت غيرت غيرت، هذه مياسة، هذه مياسة لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري. يا سلام يا ابو سعيد، هذا الشوط ايضا العام الماضي كان مع الظبي وبشعار بن زيتون، هل سوف ايضا بن زيتون يحافظ مرة اخرى من خلال هذا الموسم الجديد ومن خلال هذا المهرجان ايضا في سنته الجديدة يحافظ على هذا الشوط حينما قدم لنا الظبي في العام الماضي واستطاع ان يظفر ايضا ب 12 و42، وهذا الموسم بن زيتون مقدم ايضا اللي هي مياسة. نتمنى له التوفيق يا ابو سعيد. بينما هناك الوصول من مصيحة فهد بن علي بن عبد الله المهندي اللي وصلت في هذه اللحظات، وصلت ضيفتنا العزيزة المتعنية والقادمة من ميدان التحدي، من ميدان الشحانية للمنافسة. ولكن نعود إلى الصدارة، نعود إلى مقدمة الشوط. العين أيضا من السياج الخارجي تتقدم بشعار محمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي، يتقدم راعي عطوة هادب بن حمد العسال المنصوري. مرضية تتقدم أيضا لحمد وسلطان بسيف بن درويش المنصوري، يقدم لنا مرضية. وبالخرس، بالخرس يتقدم مع ريمة علي بن سالم بالخرس الاكتبي، وصل وصل بوحياب وتقدم من خلال هذا الاسم على المركز الثالث. الثلاث المراكز الاولى، الثلاث المراكز الاولى المتقدمة وصلت هناك اللي هي ثروة عدي بن علي بن خليفة بن هلال الغفلي، يتقدم ايضا ويقدم لنا هذا الاسم. ولا لكن القدوم، الوصول هنا من خلال تواجد هذه اللي هي ايضا قادمه مدمنه، مدمنه محمد بن خليفه. ايضا هناك المهيري، وصل المهيري، يتقدم بن قحيد ويقدم لنا هذا الاسم. ولكن هنا القادمه ايضا اللي هي مشاهدينا الاعزاء في منافساتها وفي تحدياتها بدات تغير من مركز الى مركز، عينها على مقدمه الشوط ايضا في منافسة قوية ورائعة. هذه مصيحة فهد بن علي بن عبد الله المهندي، وصل، وصلت الاسماء من المناطق الخلفية، وصلت سلهودة، تقدمت سلهودة، حمد بن طرشوم بن صالح العامري اول ندى له ايضا سلهودة. ولكن نعود الى مقدمة الشوط، نعود الى العين، العين على الصدارة، العين على المركز الاول، 1800 متر. يا سلام، محمد بن علي بن حماد الشامسي يتقدم هناك مشاهدين الاعزاء. محمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي يقدم لنا هذه الانطلاقة، يقدم انطلاقة العين. العين اندفعت اندفاع تلقائي مشاهدين الاعزاء، بدأت تنفرد، بدأت تنفرد على المركز الاول، على الصدارة الاولى. مرضية في المركز الثاني، حمد بن سلطان بسيف بن درويش
الجيش يتقدم على المركز الثاني، المركز الثالث، المركز الثالث، الوصول في ثالث المراكز. والقادمة مياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري وصل على ثالث المراكز، ثروة في المركز الرابع تتقدم ايضا بشعار عدي بن علي بن خليفة بن هلال الاغضلي الوصول الاخر. هذه القادمة ايضا في منافسات مدمنة، محمد بن خليفة ايضا بالهول المهيري. هذه نتيجتنا، ولكن نعود الى مقدمة الشوط، نعود الى المركز الاول. العين في الصدارة، العين في المركز الاول، العين في الانفراد الاول. وين الموقع؟ الكيلومتر الاخير، دخلنا اجواء، دخلنا اجواء، والعين منفرده والعين رايحه مع المركز الاول. تبى السلامات لاهالي العين، تبى السلامات لاهالي العاصمه، مع ايضا هذا الشعار، شعار محمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي، هادب بن حمد بن عفصان المنصوري يقدمها هناك راعي عطوه. روح يا راعي عطوه، روح مع الصداره والعين. اذا مشاهدين الاعزاء، متابعين الكرام، هذه العين وهذه انفرادتها وهذا ادائها على الصداره وعصاها في البطان. ما قال لها شيء، ما قال لها شيء. والمركز الثاني وصلت مياسه محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، والوصول من سلهوده القادم الحمد بن طرشون بصالح العامري. ولكن العين في الصدارة، العين في المركز الأول، في المقدمة الأولى، في الصدارة الأولى. وين الموقع؟ بدأنا، بدأنا أيضا بالعد التدريجي لخط النهاية. وأيضا هنا العين في الأربعمائة متر الأخيرة، هي على الصدارة، هي على المركز الأول، هي على المقدمة الأولى. يتقدم محمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي، بن حماد الشامسي هو في الصدارة، هو في المركز الأول. مياسة بن زيتون وسلهودة بن طرشوم، وصل بن طرشوم على المركز الثاني، بدأ يغير. ولكن العين، مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، عبر الهواء مباشرة وعبر الأقمار الاصطناعية لقناة دبي ريسنج، نرفع التهاني والتبريكات إلى مالك العين محمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي، وإلى مضمرها هادب بن حمد العصالي المنصوري. مشكور يا راعي عطوة، مشكور. المركز الثاني سلهودة حمد بن طرشوم بصالح العامري، مياسة في المركز الثالث محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، رابعا وصلت فيه ريم العلي بن سالم الخرس الكتبي، خامسا كانت مرضية لحمد وسلطان بسيف بن درويش المنصوري. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء، متابعين الكرام. هكذا الأسماء، هكذا التحية، هكذا كان هذا الشوط. تهانينا والناموس، ونعود بالتوقيت الزمني لحظات الإعادة من خلال تواجد اللي هي العين محمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي. 12 دقيقة 32 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا أيضا لهذا بن حمد العصان المنصوري، من وصل في هذه الانطلاقة بالمركز الأول. المركز الثاني سلهودة ب 12:34 وأربع أجزاء من الثانية. هناك مع سلهودة، تهانينا لحمد بن طرشوم بن صالح العامري. المركز الثالث كان الوصول والدخول هناك في ثالث المراكز من مياسة، 12 دقيقة 37 ثانية وأربع أجزاء من الثانية. تهانينا لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري على فوز مياسة بالمركز الثالث. هكذا كان هذا الشوط، وكانت أيضا هي العين صاحبة هذا الشوط لمحمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي، والتهنئة موصولة لمعالي علي بن محمد بن حماد الشامسي على فوز العين.